مكملين اكيد بفقرات صباحنا لليوم مع فقره كتير حلوه واكيد وشاب كتير مميز. وضيف مميز. هلا هو حدا بيكره التوصيف والمقدمات، فنحن حنعطيه مقدمه ناخذ فيها نص الوقت. اكيد بيسعدنا يكون معنا الفنان السوري معنا عبد الحق هوي بدون مقدمات. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. ينعاد عليك معن بكل خير. الله يسلمك يا رب، كل عام وانتم بخير. ينعاد عليك ان شاء الله، هيك رمضان خير على الجميع وعلى اهلك وعلينا. آمين. اكيد الله يسلمك. امين يا رب. ما خلينا نحكي بالبدايه اليوم بهي السنه، سنه الدراما يلي الكل يمكن اغلب التوقعات واغلب يمكن الاراء عم بتكون انه هي بتحسن ملحوظ. اول شيء نحكي عن مشاركتك، بعدين بدنا رايك. يعني بدايه بس انا معروف بصراحتك استاذ. بدايه اسمح لي ابدا اول شيء بالترحم على ارواح الشهداء. أكيد. شهداء الجيش العربي السوري وشهدائنا المدنيين. بالامس كان في عدوان اسرائيلي. هذا واقع لا نراه في من يدعي الحديث عن الواقع ولا يعنيه ويغيبه عن وعي الناس ووعي الجمهور. الآن سنتحدث بالتفصيل. رحم الله الشهداء وبالنصر إن شاء الله لقضيتنا ولجيشنا العربي السوري. دائما من لامق نحكي عن واقع أو هيك يفضل أنه نحن يعني اعتدنا نخاطب الناس، نخاطب جمهورنا بما هو خير بداية، بما هو أمل، أليس كذلك؟ بما هو أمل من أجل عمل. أكيد. طيب بطبيعة الحال يعني دعينا نبدأ بما هو جيد، يعني فليكن ذلك. السيء يعني للهيك من الجيد للسيء للأسوأ. بطبيعة الحال أنت لما بدك تقيمي أي مسألة وتخاطبي جمهورك فيها في بلادنا. أكيد. يعني أنا حتى في البلاد التي لا تشهد يعني هذه الضغوطات على الناس وإلى آخره، أنت تبدأ بما هو خير يعني دائما. طيب يعني في ناس صرنا ما شفناها مدري قديش جاية تبدأ لنا بما هو سيء. طيب هلأ بنحكي بتفصيل. طب بما هو خير، طبعا الدراما تستمر، الدراما السورية يعني ما كنت أصفه في السنوات الماضية بعملية الترميم، يعني بما يشبه ترميم مكان جميل تعرض للتدمير. طيب هي تستمر بعملية الترميم، مراكمة هذا التطور بين عام وآخر. هناك بما هو جيد ملاحظة نحو ازدياد الكم الإنتاجي نوعا ما، ما عندي إحصاءات لكن يبدو ذلك، وعودة مسألة التنوع. يعني هي مسألة إيجابية ممكن أن نتحدث عنها، أو يعني كعنوان عندنا مثلا يعني لا تنحصر. بدأت الدراما، هذا كان يميز الدراما السورية، ليست لها نموذج واحد، نمط واحد يفرض عليها بحكم سوق أو إلى لا. الدراما السورية كانت دائما متنوعة، يعني عندك ست سبع أصناف درامية. بدأنا يعني شفنا كوميدي، شفنا أعمال بيئة شامية، شفنا أعمال تصف نفسها بأنها تعالج الواقع بغض النظر عن هذا، لكن يعني ثمت أعمال أخرى ممكن أنه أصناف أخرى نشوفها بالسنوات القادمة. إذن هذا أيضا من ملامح إيجابية بما يحمل ذلك من إعادة نمو وتطور وفرص عمل درامية. لكن صناع هاي الدراما عليهم أن يتذكروا جيدا، هذا ليس خطابا في السياسة وليس نشرة أخبار، هذا في صلب التزام قضيتنا الوطنية. كل صناع الدراما عليهم أن يتذكروا أنهم ما كانوا ليعودوا لهذه البلاد وينتجوا في هذه البلاد ويصنعوا دراما في هذه البلاد أيا كان موضوعها، لولا أن هناك نصرا أنجز أو أنجزنا منه قدرا مهما في هذه البلاد. صحيح. وأن هذا النصر يعني لم يهبط من السماء طبعا بالمعنى، يعني بس انعكس. هناك من صنع هذا النصر. صناع الدراما عليهم أن يتذكروا كل منتج يعود إلى سوريا أو يعود الإنتاج في سوريا عليه أن يسأل نفسه أين كنت أنت من صناعة هذا النصر، على جبهة الثقافة، على جبهة الوعي، على جبهة الفن. طوال عشر سنوات عزيزتي، طوال عشر سنوات أين كنت أنت كمنتج فن الانتصار حتى تأتي بعد عشر سنوات؟ على فكرة يعني أنا شعرت أحيانا السوريين وكأنه في هذا العام اكتشفون بلاد وملاد. هذا معركة البلاد أليست واقع؟ أين هذا الواقع؟ أين هذا الواقع في
الواقع على حساب إبراز وإظهار ما تخاطب به الناس على أنه هذا هو الولد كل هذا يغيب وليس واقع يغيب عن وعي الناس هذا تزييف للواقع عندما أنت أولا أنت لم تلتزم بصراحة 10 سنوات نحن من الصراع أين المنتج الذي التزم قضيته الوطنية؟ أنا طبعا أنا لا عمي تأكيد لكن المشهد العام للوسط الفني للإنتاج الفني أليس من حسأل كمشاهد؟ كمواطن تمس أنت أليس من حقي أن أسألك وأنت تمس هذه القضية الوطنية أين كنت أنت المؤسسات التي لا تظهر اليوم منها إلا ما فيها من عيوب أين كنت عندما كانت المؤسسات المدنية في سوريا فيها من عيوب وأخطاء هي شريك أساس فيها من كل الأجناس والأنواع هذه المؤسسات المدنية ألم تكن شريكة في صناعة انتصار أنت غبت عنه وأنت تخاذلت في الشراكة به كمنتج؟ بلى اليوم أنت تأتي لتوجه وتصور المؤسسات أنا من حقي أن أسألك كمواطن أين كنت عندما كانت هذه المؤسسات تدافع عن وجود البلد؟ أين كنت كمنتج؟ أين كنت؟ هل دافعت عن هذه المؤسسات؟ أنت غبت 10 سنوات عن البلاد في إنتاجك في رأس مالك كان رأس مالك يذهب إلى ما يسمى بالدراما العربية المنفصلة عن قضايا بلدك تحت تهديد التنظيمات التكفيرية تحت تهديد العدوان الأمريكي تحت تهديد العدوان الأطلسي تحت تهديد العدوان الإسرائيلي أين كنت أنت كمنتج من قضية البلاد؟ كانت هذه المؤسسات بكل ما فيها من عيوب تدافع عن البلاد المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية عند أنا لك اليوم وفجأة أنت تظهر على المسرح بعد هذه القطيعة وبعد هذا الغياب في أول ظهور لك على تحت اكتشفت العالم في ناس لازم على فكرة يرجعوا يحطوا له الوجه الجديد يعني أنا على فكرة أنا زملائي لي وقد أكون عملت معهم وأنا بصراحة أقول لك يعني أنت غائب عن هذه الدراما منذ 10 سنوات وجاييني بعد 10 سنوات كمنتج أو كممثل أو كمخرج يعني أيا كان صفتك أو ككاتب أيا كان جاييني بعد 10 سنوات في أول ظهور في أول حضور تأتي لتظهر شوفي ما حدا يزايد على المواطن السوري الذي التزم قضية بلاده في مسألة مواجهة المفاسد والفساد لا حدا يزايد علينا في هذه المسألة في كل مواقع التواصل هناك سوريين يلتزم لكن في أي سياق تتحدث عن المفاسد في سياق التزام قضيتك الوطنية أم في سياق تغييبها عن وعي الناس عندما القضية الوطنية لا تتجزأ لا يجوز أن أراك عالي النبرة وعالي الصوت والموقف وأنت تتحدث عن فساد وأراك غائبا تماما أستاذ معن بس في موقفك الشخصي وفي إنتاجك الفني وعن كل جبهات الصراع في البلاد هذا ليس من حقك تجزئة القضية ليست من حقك في وعي الناس هذا ليس التزاما بقضية وطنية أستاذ معن برأيك يعني طبعا معروف أستاذ معن بمواقفه من بداية الحرب على سوريا لحد اليوم ونحن من متابعين كمان لصفحتك الشخصية اللي بتصرح بكل آرائك بالوقت اللي كتير من الفنانين للأسف بعدوا الدراما عن مواقفهم واعتبروا أن السياسة ما إلها علاقة أبدا بالدراما هذا الشيء ما شفناه عند الأستاذ معن اليوم أستاذ بتشوف حضرتك أنه نحن هدول الأشخاص يلي ما شاركونا المعاناة ما شاركونا تفاصيل الحياة اليومية أنا هذا سؤال موجه يعني أنا أوجهه طبعا للناس يعني الناس اللي تسألوا الناس يعني أنت كمنتج فني غبت عن قضية البلاد أنت لم تكن شريكا في الدفاع يعني عن مؤسسات هو غير البلاد. قادر على توصيفه يا أخي أنت بأي حق توجه لمؤسسات البلاد الآن خطابا فنيا يظهرها
بهذا السوء، وأنت لم تكن شريكا أصلا في الدفاع عنها، أنتم تخاذلتم في الحد الأدنى. إذا أحسنت النية سأقول تخاذلتم، نأيتم بأنفسكم. وإذا كنت ألامس الواقع، هناك من تآمر ومن تواطأ، ولليوم ما زال في معسكر العدوان على سوريا. لماذا الآن قررت أن تأتي؟ ولماذا الآن قررت أن تنتج هنا؟ أنا من حقي أن أسأل هذه الأسئلة. ولماذا الآن يحضر هذا الخطاب في بلاد تقاوم العدو الإسرائيلي؟ أين كنت منذ 10 سنوات؟ لماذا لم أرك أنا لا في 2012؟ هناك لك في ناس عم تتعامل مع الواقع أن 2011 بعدها 2022. يعني في ناس تتعامل مع الواقع هيك تخطنا 2011. فجأة وجدنا نمطا ونموذجا، وكأن شيئا لم يكن، وكأن هناك من كان يريد أن ينتج عملا عام 2011 والآن يتهاوشون على الصيدة. أنتم بتعرفوا هي قصة يتهاوشون هذا. الآن سنتحدث، أنت في عنوان آخر سأتحدث عنه، معلش ذكريني فيه، هو مسألة الجرأة التي يعني بيطالعون فيها. في عنوانين مزيفين، عنوانين مزيفين، تزييف وعي الناس مع عنوان الواقع وملامسة الواقع، هذا تزييف لوعي الناس، والعنوان الآخر هو الجرأة. لكن يعني أنت كل العالم، كل المشاهدين حكوا بالجرأة وملامسة الواقع. هلأ نحكي عنها، بس في ناس عندها 2011 تجي بعدها 2022، وكأن هذه من 10 سنوات ما مرت بأي ظروف، لم تمر ولم تقاتل ولم تحارب ولم يكن لديها قضية. أنا العمل اللي كنت بدي ساويه ب 2011 عم ساويه، رجعت على البلد مساويه ب 2022. تعال هون من المنتج وانت ماشي، قل لي انت وين كنت من قضية الوطنية طوال 10 سنوات؟ أنت لم أسمع لك لا موقفا في الحياة الشخصية ولا موقفا في الفن ولا موقفا. أعطيني عملا فنيا واحدا لك يدافع عن هذه المؤسسات، يدافع عن هذه. أنا من حقي أن أسأل، هذه ليست مزايدات، أنا من حقي أن هذه قضية الوطنية. أنت لم تكن جزءا من الدفاع عن قضية الوطنية طوال 10 سنوات تحت التهديد تماما. ما هذه المفارقة؟ كيف يجب أن أسكت على هذه المفارقة؟ وبأي حق؟ وبأي حق؟ ومن أنت لتتحدث عن قضية الوطنية الآن في مسائل الفساد، وأنت لم تكن شريكا في مسائل الوقوف في وجه العدوان، وكان ضمن التفاصيل، وغيبت هذا العدوان عن وعي الناس. تحدثون عن الفساد، تحدثون عن الجرأة، بدك تحكي عن الجرأة؟ ليست الجرأة في إنتاج هذه الأعمال عزيزتي. أصلا هذه الأعمال تنتج بأمر وقرار ورضا وموافقة من سلطة الدولة السورية. طبعا نقطة على السطر، نقطة على السطر. لا حدا يطلع علينا ويعمل انه هو يعني شال الزير من البير. لا يا حبيبي، لا تضحك على الناس. هذه اعمال، هناك جهات لها قرارها، لها تقديرها للامور، وانا قد انتقد قرارها، ما عندي مشكلة. اعطيني جرأة، بيطلعوا بحاكوكي بالجرأة وبيطلعوا بحاكوكي بالحريات. طب انا على 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 محطات رسمية انتقد مثل هذا التوجه، ربما لها اسبابها. طيب بكل الأحوال، لكن لا حدا يجي يعملنا أن هذا خطاب جرأة. أنا بقول لكم شو هو خطاب الجرأة الذي لا يجرؤون على التفكير به. من يريد أن يطالعنا بأنه مثقف أو فنان أو منتج يمتلك جرأة، فليتفضل وليتحدث عن مال النفط الفاسد الذي دمر هذه البلاد. هل تجرؤ يا فنان يا مثقف يا منتج؟ أنت لا تجرؤ. منذ أقل من شهر حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري ظهر على موقع القبس الكويتية. انت كنت عم تحكي انه انا بتابع وبعرف هذا. اسألي مثقف، اسألي فنان هل عن هذا الامر. ماذا قال يعني؟ ماذا قال؟ طلب بندر من سلطان 2000 مليار دولار. 2000 مليار دولار يا مثقفين، يا ابطال، يا جريئين، يا شجعان. بدكم تحكوا عن الفساد؟ بدكم تحكوا عن الفساد؟ اهلا وسهلا، بس ورجوني جرأتكم، ورجوني هون الجرأة. هل يتجرأ؟ لا، انا اتحداكم، هذا تحدي عبر الاخباريه السوريه. انا اتحدى اي منتج او مثقف او فنان يا ستي مش يعمل عمل ولك يطلع بلقاء على اذاعه غير مسموعه ويحكي عن 2000 مليار دولار التي طلبها بندر بن سلطان بشهاده حمد بن جاسم تماما. الذي شهد قبل عامين في لقاء ايضا قال 137 مليار دولار مولت بها قطر لوحدها، يتحدث التنظيمات التكفيرية بما فيها جبهة النصرة، وهذا اعترافه ومن فمه. اطلع يا مثقف، حكيني عن مال النفط الفاسد الذي دمر بلادك يا شجاع يا جريء. انت تجرؤ على اغضاب امير في الخليج وتحدثني عن الجرأة، وتحدثني عن الجرأة وعن الشجاعة؟ انت تريد ان تتحدث عن فساد؟ بأي حق
هذا عزل للقضية الوطنية وتجزئة للقضية الوطنية، هذا خطاب مزيف لوعي الناس، وهذا أيضا يسيء لخطاب، وهذا يسيء لموقف معالجة الفساد في البلاد حقيقة في الدراما، يعني الحديث عن الفساد. لكن هذا عنوان بالمناسبة، كل قوى المقاومة اليوم، كل قوى المقاومة تمرق كلمة مقاومة بعمل درامي سوري بالمناسبة؟ منذ متى لم تمر كلمة مقاومة أنت يا منتج يا بطل يا جريء؟ هل تمر متى ما أنت صرنا عم نحكي عن فلسطين؟ أنت صرنا عم نحكي عن الجولان؟ أنت صرنا عم نحكي عن أرضنا المحتلة؟ عدوان إسرائيلي بالأمس، ليلة أمس كان هناك عدوان إسرائيلي. أنا لا أرى أي عدوان إسرائيلي، لا أرى أي تصدي لعدوان إسرائيلي، ولدينا شهداء، يسقط في كل عدوان شهداء. هذا لا يمر في دراما الواقع، هذا ليس نشرة أخبار، هذه حياتنا منذ 10 سنوات وقبل ذلك أصلا. وتحدثوننا عن الجرأة، وتحدثوننا عن ملامسة الواقع، هذا تزييف، تزييف لوعي الناس. معلش أنا من حقي أن أطرح هذه الأسئلة كمواطن أولا. شوفي أنا ممثل وهؤلاء زملائي، لكن أنا أقول لك القضية الوطنية بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الناس، يعني ما عم بحكي عن حالي، هي في المقام والاعتبار الأول. لا صوت يعلو على صوت المعركة، هذا هو المعيار، لا صوت يعلو على صوت معركتنا. بدك تزعل مني، بدك تتضايق مني، بدك تقاطعني كفنان، خذ راحتك. أنا لو كنت لا أريد أن أتحمل خسائر ما كنت حكيت من اليوم الأول، لكن نحن نلتزم قضيتنا الوطنية. قديه كانت خسائرك؟ لا عادي هذا يحصل. شوفي أنا رح أقول لك بصراحة، ماشي أنا كنت عم بحكي من بداية بحديث صرف، أنا رح أحكيك بصراحة، أنا لا أجد في الوسط الفني، وأنا رح أنا شوفي أنا ما عاد أنا بالأساس قررت أن أذهب في هذا الخيار للنهاية وبكل وضوح. في هذا الوسط الفني هناك فصام، هناك لا يوجد التزام لثقافة المقاومة. أعطيني مثقفا نجما أنا من يعني يتحدث، يظهر على إذاعة أو على في لقاء ويتحدث عن مقاومتنا في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في اليمن. أعطيني مثقف يتجرأ. تتحدثون عن الجرأة؟ أنتم بتكون تحكوا بالجرأة، ولك أنت بتسترجي تقول كلمة يمن لأنك تخاف إغضاب أميرة ترفيه، أنت تخاف الـ MBC، وأنت تخاف شاهد نت، وتحدثني بالجرأة. أنتم عندما حذفت التغريبة الفلسطينية، وهذا أكرره دائما في لقاءاتي لأذكرهم به، عندما حذفت التغريبة الفلسطينية وهي إنتاج سوري، وهي إنتاج سوري وبقرار سوري، وهي تعكس ثقافة سورية وموقف سوري من قضيتنا المركزية، قضيتنا العربية، لم يتجرأ فنان سوري على أن يخرج بكلمة، يوجه كلمة لشبكة MBC، ولا فنان ولا حتى من صناع العمل. خرجت جولييت عواد ممثلة أردنية من الأردن، ووجه لها التحية للسيدة جولييت عواد دائما، ووجهت رسالة. لم يخرج، بيطلع عندك مثقف بيطلع على الإذاعات بحاكيك بالحريات وبسقف الحريات، ولديه من الوقاحة أن يتحدث، أن يضرب لنا مثلا في أنظمة وظيفية من يغرد فيها تغريدة على تويتر تخالف مشيئة الحاكم يسجن 15 سنة، ولديه من الصلافة أن يضربها لنا أمثلة. بينما نرى في رمضان، أعطيني دولة في محيطنا العربي تقدم في رمضان، أيا كان رأينا بهذه الأعمال، لكن تقبل تقديم هكذا أعمال، وهذه دولة تعرضت لعدوان. أعطيني دولة في محيطنا العربي تقبل على إعلامها الرسمي والوطني أن تقدم أعمالاً تواجهها بعملية نقدية وبسقف، وبيطلع لك ثاني يوم. شوفي في خطابين متلازمين لازم ننتبه لهم ونكشفهم. في خطاب يقول لك لا يوجد حريات وحرية تعبير في سوريا، وهو ذاته هذا المثقف أو الفنان يذهب في اليوم التالي ليصور في عمل هو يعني لا يوفر مثلا نقدر، ليس فقط نقد، تقديم مثلا مسؤول بمستوى لنفترض رئيس حكومة على أنه فاسد، تمام؟ هذا نفسه، وبيروح تاني يوم بيرجع لك على الإذاعة بيقول لك لا يوجد حرية تعبير، تمام؟ طيب، وهلأ صاروا يقدموا لنا نماذج أصلا يعني مطبعة أو متحالفة مع العدو، يقدموا لنا يعني نماذج في الحريات. يعني أنت لا تجدين شركاء في هذا ما يسمى، حتى هي حالة ليست الوسط الفني السوري،
هي حالة المثقف العربي. وأنا الحقيقة يعني حقيقة أنا أشكر إعلامنا على إتاحة مثل هذه الفرصة لهذا المستوى من الكلام. هذا ما يجب أن يقال، هذا ما يجب أن يحكى به على إعلامنا ويتم مواجهته به. إياكم أن تروجوا لثقافة تخاذل وثقافة استسلام في هذه البلاد. شوفي، لا حدا يزايد علينا، في رأي عام بسوريا يعتقد أن كلامي هذا لأنني أريد، لا أريد أعمالا تعالج مسائل المفاسد والأمراض في مؤسساتنا. لا يا أخي، هذا دفاعا عن أعمال تعالج هذه القضايا بطريقة حقيقية وليست بطريقة شعبوية. نحن لسنا مافيات وعصابات. بس هذا الشيء ما بيلغي انه هي فعلا موجوده استاذ معان. يمكن هذا الشيء سبب من الاسباب يلي شد الناس لاعمال معينه. ناس تعبت من الفساد، ناس عانت من الظروف بغض النظر عن هذا. لا يعالج، هذا لا يعالج تعب الناس من المفاسد. نحن لما بنعرضه على شاشه التلفزيون، بعض الناس ان كانت مثقفه ان كانت من الدرجات يمكن اللي ما بتملك هي الثقافه والوعي الكافيه، هي بحاله يمكن امتنان انه نحن قدرنا نعرضها على هي الشاشه. شوفي هلا، قرار عرضه او عدم عرضه على التلفزيون هذا لصاحب القرار. انا علي اني اعلق سلبا او ايجابا. انا بالنسبه لي عندما تطرح اي قضيه، شوفي كل قوى محور المقاومه، كل قوى اليوم، البارحه غرق مركب في طرابلس، قبل البارحة، الأول من البارحة غرق مركب في طرابلس شمال لبنان. الإعلام المتصهين، المشكلة أنه حتى في الشارع، إلى من ذهب؟ غرق مركب مهاجرين يحاولون يعني من الفقر والتعتير والعذاب. من حمل المسؤولية؟ إلى أين ذهب تحميل المسؤولية في الإعلام المتصهين، الإعلام العربي المتصهين؟ إلى المقاومة. أكيد انتبهي، إلى المقاومة. الآن أريد أن أحمل كل أعباء أقدم أغيب عن الناس صورة الدولة المقاومة، أغيب عن الناس. انتبهي يعني لما بتقلي لي أنه نحن الناس طيب لماذا أنت تشتزئ القضايا؟ لماذا تريد أن تقدم أن تزيف وعي الناس لدولتها؟ أنا كنت أقول هذه الدولة بمؤسساتها بكل ما فيها من آفات وأمراض استمضت صمدت في العدوان. كيف تصمد لو لم يكن فيها أناس التزموا طبعاً بشرف وبكرامة وقدموا التضحيات؟ هذا أين موجود في الدراما؟ لماذا تقدم لي إذن صورة الفاسد على أنها هي الواقع ثم تقول لي أنا أعمال واقعية؟ هذا هو الواقع، وتغيب صورة المؤسسات التي صمدت والتي تخاذلت أنت معها كمنتج. أنت هربت، أنت كنت في مدن الأبراج تعيش حياتك، ولليوم أنت لم تدافع. هذه المؤسسات شريكة بصناعة الانتصار، أنت لست شريكا بصناعة الانتصار. أنت أتيت اليوم بعد إنجاز قدر من الانتصار بدل أن تقول للناس الحمد لله على السلامة، وتتفقد أهل الدار، وتذهب ثم تذهب لترى ما حصل بهذا البيت الذي غادرته ولم يرى وجهك، ولم يرى وجهك منذ أكثر من 10 سنوات. لم يرى وجهك يا أخي، يا أخي أنت أين كنت كمنتج من القضايا الوطنية طوال 10 سنوات؟ أين كنت؟ إذن بدك تقدم هذه الأمور قدمها، لكن لا تشتزئها عن القضية الوطنية. هذا يضرب بأمرين، يضرب بصورة الدولة المقاومة التي البارحة قدمت شهداء، البارحة فقط في أقل من ساعات هناك دم قدمته الدولة السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي. هذا ليس خطاب الشعارات، هذا دم قدمناه على الأرض. البارحة كنا في بيوتنا ومنذ سنوات ونحن نرى الاشتباك مع العدو الإسرائيلي. ويضرب بأمر آخر، شوفي من الجرائم التي ترتكب في مسألة معالجة الآفات وأمراض المؤسساتية في الدراما أنك تعزلها عن سياق الصراع الأساسي. تعزلها عن سياق الصراع الأساسي. القضية الوطنية لا تتجزأ طبعا، لا يمكن لك فقط أن تقول لي أنا سأقدم هذا الأمر وتعزل وتغيب عن وعي الناس تماما أن هذه المؤسسات نفسها وهذه الدولة نفسها فيها من قاوم ومن صمد ومن ضحى، وتقول لي هذا هو الواقع، هذا تزييف للواقع. وأنا شخصيا من حقي أن أشتبه بهذا الخطاب، من حقي عندما تغيب صورة صمود هذه المؤسسات.
كيف صمدت وهي شريكه بالانتفاع وانت لم تكن شريكا؟ انت كمثقف معظم السمة الغالبه للوسط الفني في السمة الغالبه، لان لا اتحدث عن افراد واشخاص في منهم يعني كان لهم مواقف معروفه يعني، لكن السمة الغالبه للوسط الفني والمثقفي انه ابتعد عن القضيه، نأى بنفسه في احسن الاحوال، نأى بنفسه عن القضية. في البعض حتى اراء رفض يصرح بآراء. يا عزيزتي على صفحه حتى اراء يا طب 100% يعني احسنتي. الان بتحاكيهم مين طلع مقوله انا ما بتفهم السياسه؟ ليش عم تحكي على الفساد؟ هذا جزء من العمل السياسي، هذا جزء من العمل المعيشي. ليش عم تحكي على قضايا وطنيه؟ لما ليش عم تحكي، ليش تتصدى لقضايا وطنيه؟ مين طلع هي الثقافه انه انا ما بفهم، انا فنان. انت تعال هو ليش بلاقيك عم على مبدا عدو الامس صديق اليوم؟ ليش عم اشوفك عم تشكر فلان وعلان وعلان من رموز في دول اخرى على امتيازات هنا وهناك؟ بتقول لي ما بفهم. ليش بتطلع بتحكي لما مقاومتنا تقصف كيان العدو في فلسطين؟ لما بيقصفوا كيان العدو بتطلع بتشوه وعي الناس وبتزيفها وبتقول انا ضد العنف؟ يا وغد يعني. وبيطلعوا على 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 منشور على مواقع التواصل، يا عزيزتي انا في يوم من الايام، احيانا بيقولوا لي عالم انت ليش بتحكي بانفعال؟ يا عزيزتي كيف ما احكي بانفعال؟ انا في يوم من الايام اسقطنا للعدو طائره اسرائيليه عام 2018، كلنا يذكر ذلك. انا يعني لم ارى يعني انا كيف الانسان ما بده يستفز؟ انا لم ارى من عبر عن هذه البطوله بكلمه. وأنت اليوم تأتيني لتقول لي أن لك مصداقية في الحديث عن عيوب مؤسسات البلاد؟ ولك أين كنت من تضحياتها وانتصاراتها؟ أين كان إبداعك؟ إبداع أنا لا أتحدث عن المواقف الشخصية. يعني برأيك اللي أقدر على الحديث عن الفساد وفتح الفساد وفضح كل الثغرات الموجودة يعني، هو شخص المفروض يكون هو ملامس هي الحرب. يا عزيزتي أنا كنت ضربت مثال لك مثلا بقصة طرابلس لأقول لك هذا عنوان هو بده يميز المتلقي، هذا عنوان جزء أساسي من الدعاية، ليس لأنه مو موجود بالواقع. انتبهي، أنا لا أقول أنه مو موجود، في سوريا موجود، وفي لبنان موجود، وفي العراق موجود، وفي إيران موجود، وفي اليمن موجود كما هو موجود في 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 كل دول العالم. هذه آفات العمل والمفاسد، لكن هذه مصطلحات يتم أيضا تداولها في سياق دعاية. يعني أنت من حقك أن تنتقد وأن تقول الموضوع الفساد، من حقنا، وهذا ما نفعله. بالمناسبة على مواقع أنا أتحدى على مواقع التواصل الاجتماعي هناك لغة تعبير سقفها أعلى بكثير من سقف الدراما، أعلى بكثير، يمارسها بعض السوريين من داخل البلاد، وبعضهم قاتل ويقاتل في جيش البلاد، لها مصداقية على الأقل أكثر بكثير ممن تخلى عن قضية البلاد ولم يدافع عن مؤسسة من مؤسسات البلاد، بل بعضهم تواطأ وتآمر ضدها حتى يدعي اليوم الحرص على مؤسسات البلاد. أين كان إنتاجك الإبداعي؟ أين كنت؟ اليوم يذهب عمل لينتقد مؤسسات سورية ليعرض على محطة خليجية؟ بأي حق؟ هؤلاء لا ينتقدون بكلمة، بنحطوا بالسجن إذا على تغريدة 15 سنة أو هذا إذا لم يقطع رأسه يعني. صح. فبأي حق أنا لازم نميز، نحن عندنا قضية وطنية. أما هذا عنوان الفساد، عنوان يستخدم في سياق دعاية. نعم الغرب تارة يتحدث يشجع من احكي على الفساد، نعم، بس من هو حريص على الحديث عن الفساد في بلاده عليه أن يعرف أن عدوه هو من يريد استثمار هذه القضية في مشروع عدو للبلاد. ليس كل من تحدث عن هذه المسألة هو في صف البلاد. يعني يجب أن نتمتع بحد أدنى من الذكاء لنميز هذا الخطاب الذي يصوب يرفع شعار التصويب على الفساد، هل هو جزء من التزام القضية الوطنية حقا؟ معيار ذلك، قل لي أين أنت من التزامك القضية الوطنية في مواجهة العدوان الأمريكي؟ أني اليوم ليس لديك مثقف أنت في سوريا يقول عدوان أمريكي، ما عندك بخافوا يقولوا احتلال امريكي موجود في بلادك، ينهب ثرواتك، تحدثني عن فساد؟ نعم في هذه الدوله ما هو مقصر، لكن مع ذلك التزم هذان الخطابان مع بعضهما البعض. خطاب اكبر والقضيه عندما أكبر تغيب خطاب لصالح اخر. انا اذا حدثتك فقط في خطاب مواجهه امريكا دون ان احدثك في خطاب مواجهه المفاسد لتكون الدوله اكثر من الدوله اللي تقاوم امريكا، لا تصدقني.
منيح؟ لا تصدقني. لكن أنت إذا غيبت خطاب مواجهة العدوان على العدوان الأمريكي والاحتلال الأمريكي والحصار الأمريكي ودولة المقاومة والتصدي للعدو الإسرائيلي، غيبت كل ذلك والتصدي للتنظيمات التكفيرية، غيبت كل ذلك وقلت دولتكم فاسدة، هذه هي مؤسسات البلاد الفاسدة، هذا هي مسؤولي. لا، بلك تعالى قلك، بلك تعالى قلك، أنت تمارس، أنا شخصيا أعتبر هناك من يتورط في ممارسة دعاية تشيطن صورة الدولة في وعي جمهورها وتبث خطاب تزييف، ولا حدا يطلع زايد يقول أنني أغيب الموقف من أي فاسد ومن أي فساد. أنا قلت، أتحداك، أنا قلت هل لديك القدرة في إنتاجك الدرامي، معلش سؤال، لما مع أنا راح أحكي بصراحة، بحكي لماذا فقط علي، لماذا فقط تصدى الأستاذ نجلة أنزور للأعمال التي تحدث عن المعركة في سوريا؟ لماذا يكون هذا اختصاصا يعني؟ يعني لماذا يكون هذا اختصاص يعني؟ يعني هذا من المفروض قضية جامعة لكل المثقفين الذين يدعون الالتزام الوطني في سوريا، يعني هذا اختصاص؟ طب أين كنت أنت من إنتاج الإبداعي لمعركة بلادك وتضحيات بلادك؟ أين كنت؟ لا تغيب هذا الخطاب حتى لا أشتبه، يعني بتطالب كل عمل يكون موجود، أنا أشتبه شامل، أنا أشتبه في خطابك أنت، إذا تنساق بالحد الأدنى، إذا كنت سأكون يعني بريء حسن النية تجاهك، أنت تنساق في دعاية توجه ليس فقط في سوريا، في كل محور مقاومة لتحميل أهل المقاومة غصب عنكم جميعا، هذه بلاد مقاومة، هذه بلاد ليست فيها سفارة إسرائيلية، هذه دولة ليس فيها سفارة للعدو الإسرائيلي، هذه دولة لم تتنازل عن أرضها المحتلة، وليس فيها كامب ديفيد، وليس فيها أوسلو، وليس فيها وادي عربة، ولن يكون. إذا كان هناك من واهم، مثقف واهم، فالأيام التي مضت أثبتت والأيام القادمة ستثبت له، هذه دولة، هذه دولة مقاومة. لا يجوز تتحدث عن الفساد في هذه الدولة، أنا موافق، فلنتحدث جميعا في ظل، في سياق، في سياق الصراع التي تخوضه، في سياق الحرص على دولة المقاومة، نعم تعال نتحدث عن فساد، وتعال لنرفع الصوت، ولكن ليس في سياق منفصل عن قضية هذه البلاد ومن غير المقبول. ويعني أنا بما أعبر عن نفسي أو عن رأيي عام، لن نسمح لهذا أن يمر، ولدينا كل الوسائل للتعبير، ولن نسمح. وآخر همي، إذا كنت يعني بدك تزعل ولا ما تزعل مني كفنان ومثقف، تعال قل لي هل أنت شريك في قضيتي الوطنية؟ أستاذ معن الحديث يطول أكيد، يعني أنا نحن الأسئلة ما قدرنا ناخذ منها غير العنوان الأول، يمكن نحن تعدينا نصف ساعة. لا شكرا لكم، شكرا لإلك أولا لإتاحة هذه المدة من الزمن، وشكرا لكل منبر إعلامي وطني وأحدد الإخبارية السورية لهويتها السياسية، أيضا لحرصها واهتمامها بإتاحة هذه الفرصة، وأتمنى أن يكون أنا أو غيري، لكن يجب أن يعني هذه المفاهيم يجب أن تفهم العالم تهاجمنا على الفيسبوك، قال إنه أنتم ما بدك نحكي على الفساد لا يا أخي، لا يا أخي، لكن لا تعزل هذا عن صراع البلاد وعن قضية البلاد، لا تغيب صراع البلاد وتضحيات، عندك شهداء البارح تجاه العدوان الإسرائيلي. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا، كل عام وأنتم بخير. كنا حاضرين لك كليب في لقطات حلوة وحناخذ إن شاء الله بصباحات تانية. شكرا، كل عام وأنتم بخير، تمنياتي لكم دائما. أستاذ معن شكرا كثير، انبسطنا أنك تكون موجود معنا، ودائما نحن بنقول بنتمنى إنه تكون الدراما السورية على مستوى التوقعات، بتعالج الواقع بالطريقة الصح يلي بيشوفها المثقفين وحتى باقي الناس، نفوت بهي التفاصيل يلي كلنا يعني بدون استثناء تعبنا منها. من يلتزم قضيته الوطنية حقيقة. أكيد مشكور أستاذ معن. شكرا.